لنقاش الموضوع ينضم إلينا من برلين السيد زاهي علاوي، رئيس تحرير راديو أرابيكا. سيد زاهي، مرحبا بك معنا. إذا جاء أخيرا هذا الاتفاق، الأمر الذي وصفه الرئيس الفرنسي باليوم التاريخي لأوروبا، لكن هل نحن فعلا أمام اتفاق مرضي للجميع وملائم لتحديات المرحلة المقبلة الكبيرة؟ يعني هو هذا التساؤل الكبير الذي كان يحوم حول هذه القمة، إن كان مرضيا أيضا للجميع أم أنه مجرد اتفاق وسط. هو بالفعل اتفاق وسط، خصوصا وأن يعني هناك معسكرين، معسكر يطالب بالزيادة ومعسكر كان يطالب بالخفض، وبالتالي هذه المشكلة التي كان يواجهها القادة الأوروبيون، ألمانيا وفرنسا من جهة، كانوا مع الاتحاد الأوروبي، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، يعقدون اجتماعاتهم وجلساتهم الخاصة مع الأطراف التي كانت تطالب بتخفيض قيمة القروض، وكذلك الطرف الآخر الذي يرفض أن يكون هناك تدخل في السياسة المالية الداخلية للدولة مثل بولندا والمجر، وبالتالي كان هناك نوع من الخلاف الكبير، ولذا استمرت هذه المفاوضات على مدى 4 أيام، على الرغم أنه كان من المقرر أن تكون فقط على مدى 2 يوم. إذن كان هناك معركة وكان هناك مشادات كلامية وكان هناك نوع من النفور في بعض الأحيان، ولكن اضطر القادة الأوروبيون للحديث عن يوم تاريخي وهو يوم التواصل، وهي أطول مفاوضات، أكثر من 90 ساعة من المفاوضات. صحيح. هي أطول مفاوضات ماراثونية يشهدها قادة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا أعتقد أنها مرضية للجميع، ولكن كان لابد من الاتفاق، وهذا هو الاتفاق الوسط الذي تم التوصل إليه، خاصة وأنه تم إرضاء الطرفين، يعني الدول التي ستأخذ المنح إضافة إلى الدول الموفرة التي حصلت أيضا على إعفاءات مقابل في ميزانيتها التي تقدمها للاتحاد الأوروبي تفوق 130%. هذا مرة السؤال عنه سيد زاهي، أنه في المحصلة بعد كل هذا المشهد الصدامي الحاد بين الرؤساء الأوروبيين، هل بالضرورة مالت النتيجة لصالح أي الفريقين المتخاصمين، أم نحن فعلا أمام مشهد رابح؟ هي قد تكون مشهد رابح، ولكن أعتقد أن بعض الدول يعني مثل إيطاليا وإسبانيا ستحصل على مساعدات، وهذا ما كان تتخوف منه هذه الدول، من أن تكون هذه قروض وأن لا يتم منح هذه المساعدات، وهي المنح التي لن يتم استرجاعها لميزانية دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي أعتقد أن هذا السيناريو هو فعلا رابح لطرفي الصراع، وسيكون الخاسر الأكبر هو الدول التي كانت تطالب بمزيد من المساعدات والتي فرضت هذه الميزانية أيضا الضخمة، وفرنسا وألمانيا بشكل أساسي لأول مرة يتم إقرار هذه الميزانية على المدى البعيد حوالي 1.8 تريليون يورو، وهي أرقام خيالية في المقابل أن دول الاقتصادية ستكون معفاة في بعض الأحيان من الالتزامات، وسيكون هناك نوع من تخفيف العبء على هذه الدول، وبالتالي أعتقد أن طرفي الصراع، طرفي النزاع، خرج رابحين من هذه المفاوضات. لكن سيد زاهي، المشهد الذي سبق هذا الاتفاق والذي بدا حادا كما أشرنا، ولد قلقا عميقا لدى بعض المراقبين على مدى متانة العلاقة داخل الاتحاد الأوروبي، وربما متانة هذا الاتحاد بعد هذا الاتفاق، بالرغم من كل ما سبقه، هل تتبدد هذه المخاوف؟ طبعا، يعني أثبت الاتحاد الأوروبي أنه قادر على تجاوز الصعاب، يعني تجاوز هذه المعركة المالية، كافي دليل واضح على أن يكون كافيا لجميع المتشككين بقدرة دول الاتحاد الأوروبي على تماسك ووحدة هذه الوحدة الكتلة الأوروبية، وبالتالي يعني هذا التكتل الأوروبي بعد هذه المفاوضات أثبت قدرته على الصمود. طبعا كان هناك بالفعل مخاوف من أن ينهار الاتحاد الأوروبي، بأن تتفكك وحدته، وأن يكون هناك معسكرات، وأن تعود الدول لما كانت عليه في السابق، ولكن أعتقد أن هذه النتائج التي توصل إليها القادة الأوروبيون بعد هذه المفاوضات الماراثونية دليل واضح على قدرة دول الاتحاد على التماسك وعلى الاستمرار في هذه الوحدة وتجاوز جميع العقبات، لأنه كما قلت يعني هذه عقبات مالية وأرقام خيالية. صحيح. تم تجاوزها وتم وضعها أمام الدول، وبالتالي أعتقد أنه قادر على الصمود
أمام جميع التحديات، ولا مجال الآن للشك في وحدة الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا على انضمامك إلينا من برلين السيد زاهي علاوي، رئيس تحرير راديو أرابيكا.